مرحبا شباب، اليوم بنحل assignment 4. مثل ما تشوفون implement generative class array queue as discussed in the lecture having following method: constructor offer poll pick is empty copy constructor relocate private method and iterator. Include inner class to implement iterator. Also add method to print element of the queue. تمام، هاي اول شيء بنسويه. بعدين بنروح على part B. خلينا نبتدي بالكلاس. خلي قبل ما نبتدي نعرف شنو معنات الكيو. معنات الكيو، اكثر مثال يقدر يوضح لنا الكيو نقدر ناخذها من الكتاب. شوفوا هني الصفة اللي واقفين فيها، هاي كيو، هاي أول واحد يعقب الثاني والثالث وكذي. على فكرة هاي صورة الكاتب الظاهر، وهاي المساعدة مالته، هني مكتوب كرو أوثر اسمها كارين. فهاي الكيو، تمام. أول واحد بدش البيت، بعدين الثاني والثالث. فهاي فكرة الكيو. وين نستخدم الكيو في الكمبيوتر؟ مثال بعد من الكتاب قال لنا نستخدمه في البرنت. اذا نبي نطبع اوراق او كذا دوكيومنت، اول دوكيومنت قلنا البرنت، هو بينطبع اول عقب بي الثاني والثالث وكذي، تمام. في الكيو فيها فكرة زيادة، خلا اقول لكم عنها. شلون هني اذا سويت امبورت حق الكيو وكنترول وضغط على الهاي، شنو عطاني؟ انترفيس، لان كيو عبارة عن انترفيس، تمام. فاقدر استخدمه حق الاري ليست، لينكد ليست، لانه هو انترفيس، تمام. مدام في السؤال قال لي اري ليست، قال لي هني اري كيو، يعني اري، يعني بنستخدمه كاري، تمام. ممكن يكون اريلس، ولكن هني الظاهر مو اريلس، بناخذ اعتبار عادي. ليش؟ لان عندنا ريلوكيت، لو خذيناه كاريلس ما كنا نحتاجنا ريلوكيت. فهاي بيكون اشبه شيء حق الكيو، تمام. اول واحد يدخل بيطلع هني اوت، وهني ان، اي قيمه جديده بتدخل هني، تمام. ولكن اذا خذينا الاري العادي وبهالطريقه بيصير عندنا مشكله. مثل ما قلنا هني اول قيمه بتطلع، تمام. اذا مثلا هالقيمه طلعت، اوكي، وين بيكون الفيرست؟ او ساعات يسمونه الهيد، بيكون هني، صح. هاي بيكون الفيرست، فرونت فيرست هيد، كله واحد، تمام. هاي بيكون الفرونت. زين، الحين نبي نضيف في الحالة. شوفوا هني الاري في النهاية صار فل. علشان نضيف نحتاج شنو نسوي؟ نشيل العشرين نوديها هني، عقب نجيب الثلاثين هني والاربعين هني، نفس الاري العادي اللي كنا نسوي حق الاد والريموف، تمام. ولكن هالشي مو معقول، وايد بياخذ مني بروسس، وايد بياخذ وقت ومو فعال. فعلشان هالخطوة ما يسوونها، ان شنو اي شيء جديد اضيفه مفترض وين يروح؟ يروح في الاندكس الزيرو. ولكن شي يصير يتغير مكان الرير، يعني مثلا الرير حاليا هو هني، تمام. الرير حاليا هني، ضفت قيمة ثانية هني مثلا نقول 80، مفترض الرير الحين ينتقل يروح هني. زين، شلون، شنو المعادلة اللي نقدر نستخدمها ننقل الرير من هني لهناك؟ هني على اساس شنو بيصير لي؟ على اساس ان الاري للحين ما استخدمت، يعني ما صار فل، ما احتاج ان اكبره، ان نفسه. مثلا خل عشان نوضح الفكرة ازيد، مثلا خلوا العشرين بعد راحت، تمام.
خلا بعد بشيل الثلاثين عشان بعد يكون عندكم تشانس. هني الفرونت تمام، الرير حاليا خلا بشيل الثمانين بعد. الرير حاليا هني اوكي، ضفت قيمة ثانية تمام، ما احتاج اسوي شيفتنج. شنو بسوي؟ دايركت بروح بضيف القيمة في اول اندكس 80، وبيتحول الرير من مكان يكون هني بيصير هني. شنو المعادلة اللي بستخدمها الحين بقول لكم، بيكون هني المعادلة اللي بستخدمها، انه شنو بالشرط الكاباسيتي يكون ثابت للحين ما تغير، لان هالانتقال الرير والفرونت نبغي بهالطريقة انه من نفس الكاباسيتي. مثل ما تلاحظوا هنا الكاباسيتي كم؟ 7 تمام، الكاباسيتي ثابت تمام. اذا وصل السايز نفس الكاباسيتي بنوسع الاري، مكبره بندبله نفس اللينكد ليست. فشنو في نفس السعه عندي اياها، ولكن شنو اول اثنين طلعوا، يمكن الثالث بعد يطلع. اذا ابي اضيف قيمه مفترض وين تروح؟ تروح في الاماكن الفاضيه من الاندكس تمام. فالمعادله اللي بستخدمها عشان يضبط لي هالروتيشن بتكون على هالشكل، بقول له فرونت مثلا، فرونت بلس 1 دائما بضيف مود كاباسيتي يا كاب تمام. هاي المعادلة اللي بنستخدمها حق الفرونت وحق الرير. الانتقال داخل الاري كله بنستخدم هالمعادلة. السبب ممكن يكونون هني في عندي فتشات ابي استغلهم كامل، انه ما يروح حق السايز، ما يكبر الاري الا اذا كان فول كلهم موجودين وما في مجال بعد اضيف تمام. بس في الحالة بنادي ريلوكيت. فهاي فكني وصار شكل الاري بهالطريقة، صار سيركلر. انه شنو اذا يعني مثلا الفرونت كان مو في الصفر كان في الثاني عادي بمكان الاري، يعني بيفتر على الفاريبل تمام. علشان تعرفون الفكرة اوضح خلينا نحط المعادلة في البرنامج ونشوف القيم اللي بيعطينا. هني مثلا بخلي كاباسيتي، خلينا نقول انتجر خلّى بحط مثلا 7 نفس اللي اخترناه في الرسمة. وهني مثلا خلينا نقول فرونت تمام بيساوي كم؟ بيساوي لي 0 اوكي. الحين ابغي يطبع لي دبل عن هالسايز اللي هو 14 مرة، وابي اشوف القيم. فشلون بستخدم؟ طبعا احنا لان نستخدم كومبايلر بنستخدم فور لوب، ما بنكتب هالشيء 14 مرة صح؟ فبنكتب هنا انتجر i equal 0 i less than خلينا نقول 14 تمام. بنقول له i plus plus، نفتح بريسي. اول شيء شنو بنخلي دايركت يطبع، بنقول له front تمام. بعدين بنسوي ابديت حق الفرونت، انه شنو نقول له فرونت زائد 1 زائد 1. ليش 0؟ نروح 1 2 3، ما بنمشي بالعكس، ما بيصير 0 ويقل، ما بيركب كله زائد 1 تمام. مود كاباسيتي ونشوف البرنامج الحين. مثل ما تشوفون شوفوا بدأ من وين، 0 1 2 في خلال دقيقة.
شوفوا يوم حطينا القوس ضبط، من وين بدأ؟ صفر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست، ورد عاد نفسه. هل اللي نبغي انه يعيد نفسه، هل الفكرة من وراء هالمعادلة. فلا تنسون الاقواس، تمام؟ فعاد نفسه. نفس الطريقة لو بنسوي حق الرير، خلينا نشوف. خلينا نقول هنا عندنا الرير. الرير هو دائما شنو؟ اقل من الكاباسيتي بواحد، تمام؟ فماينس وان ولكن الرير شنو؟ بيتضبط قبل بعدين شو اسمه؟ بعدين بينطبع. يعني مثلا بنقول له هنا رير ايكوال رير بلس، لا تنسون الاقواس عشان ما يسوي لكم مشاكل. مود كاباسيتي، وطبعا نكتب هنا رير وشغل البرنامج نفس الطريقة، تمام؟ 012 ونفس الشيء، فصار سيركيليشن، تمام؟ فبنستخدم هالمعادلة من مكان، نخلي الرقم دايركت عشان شنو؟ ما يسوي لنا فتشات. اوكي، خلنا نبتدي نكتب لك الكلاس. الفيريبل عندي تقريبا 6، تمام؟ فبيكونوا كلهم برايفت. اكتب برايفت انتجر فرونت، بعدين برايفت انتجر رير، بعدين برايفت انتجر سايز، لان لازم اعرف كم طول الاري مالي او كم مستخدم منه. اوكي، بعدين شنو بحتاج؟ بحتاج كاباسيتي، طبعا تعرفون ان عندي ديفولت كاباسيتي، فدايما الاشياء الديفولت يتعرفون فوق كفاريبل ويخلونها فاينل عشان ما تتغير. اوكي، فبقوله برايفت فاينل انتجر ديفولت كاباسيتي، لازم اخليها بكابيتال، لان ليش؟ اي واحد يقراها سيدي يعرف انها هاي فاينل، ما يحتاج يرجع فوق ويطالع. اوكي، واخليها تساوي 10 مثلا. بعدين شنو عندي اخر شيء؟ ذا داتا، بيكون نوعيتها شنو؟ اي، ولكن اري اي. اوكي، ف ذا داتا كذي كتبنا الفاريبل كامل 6 عددهم. خلنا نبتدي نروح حق الكونستراكتر. لو تشوفون هنا في السؤال كاتب لي بس كونستراكتر، تمام؟ لا قال لي ديفولت ولا هاي، فاحنا خلنا نسوي الاثنين، هم نسوي الديفولت وهم نسوي الهاي. اول شيء ببتدي with parameter، تمام؟ لان ابي اراويكم عملية اختصار بستخدمها هنا. فبنكتب public array q، خلينا نقول هني int cap، تمام؟ وشنو كل هالvariable لازم يتعرفون. فبنبتدي بالfront، front equal 0 طبعا، بعدين rear. الrear بيساوي الكاباسيتي ولكن اقل منه بواحد، تمام؟ capacity minus 1، بعدين السايز equal 0، عقب capacity. هني مثل ما نعرف هاي constructor with parameter، يعني بيساوي لي cap. اوكي،
آخر شيء عندي the data. مثل ما تعرفون بيكون من نوعيات object. بيكون array وهني بنحط شنو capacity. ولازم اسوي له casting. تمام، هاي سويت constructor with parameter. خلينا نشوف الحين شلون نقدر نسوي الديفولت ولكن بطريقة ثانية اختصار وسهلة. بنكتب public requeue، هنا بيكون فاضي. بكتب هني this وبخلي هني default capacity. اعطاني ايرور، ليش؟ لان هالقيمة مو static. تمام، فبس اخليها تصير static يشتغل الكود عادي. هاي شلون صار ان this ناديت شنو الكونستراكتر مرة ثانية ولكن شنو with parameter. فالذس اذا استخدمت ذس كاني استخدمت الكونستراكتر مرة ثانية، ولكن لان القوس مو فاضي فراح حق هالكونستراكتر اللي فوقه. تمام، والرقم هاي ما علشان اقدر استدعيه في الهاي دايركت. يعني شوفوا هني، هني انا خليت الرقم دايركت هني. تمام، فما يصير بهالطريقة ان الدايركت اطرشه في القوس بدون ما اعرف القوس ولا بدون ما اعرف القيمة ولا استلمتها من مكان، فمن كذي خليتها ستاتيك. اوكي، هاي الطريقة تقدرون تسوونها او تقدرون تكتبون بالطريقة العادية اللي تعودتوا عليها. زين، الحين باقي علينا شنو؟ كوبي كونستراكتر. نفس الشيء بنكتب array، بعدين خلي مثلا نسميه other، بنسميه نفس الكلاس. زين، الاوبجكت بنسميه other. اوكي، انتو تقدرون تسمون اي شيء. فنفس طريقة اللي فوق بالضبط، بنسوي copy paste عشان السرعة يعني، ولكن من مكان يكون صفر هني ما بنخليه صفر، نقول له other dot front. هني بنقول له other dot rear. تمام، size other dot size. capacity بعد بناخذها من هناك، فبيكون other dot capacity. هني الاختلاف اللي بيكون، ممكن من المحتمل ان الاري اللي طرش لي اياه فول. تمام، فبكبر السايز بواحد بس، فبقول هني بلس 1. اذا كان فول اللي طرش لي وابي اضيف دايركت في مجال حق واحد ثاني، ما احتاج انادي ريلوكيت وشغله، يعني حق الادجستنج سريع. وما بيفرق حتى لو خليته كاباسيتي عادي، اذا ضاف بينادي ريلوكيت وبيعدله، ولكن هاي بدون ما تستخدم ريلوكيت انه عدلته. زين، مثل ما تعرفون وقبل راويتكم انه ما نقدر نقول له the data equal other dot the data، لانه بيكون الادرس ميموري نفس الشيء، واذا غيرت في مكان بيتغير في المكان الثاني اوتوماتيك لان نفس الادرس ميموري. علشان كذي نحتاج نستخدم لوب. تمام، واللوب واحنا نستخدم الكيو، هو صج اللوب مالنا بيكون كذي. شوفوا وياي، سايز مالي تضبط، فمن كذي اقدر استخدمه. او تقدرون تخلون other dot size بعد. اوكي، اي بلس بلس. هني مثل ما تعرفون التضبيط شلون بتكون، the data equal the data.
ما اقدر اخلي هني وان او اي، لانه ما ادري هناك شنو الترتيب، وين الفرونت وين الرير، فبيصير لي بيخربط لي القيام. وانا شنو ابغي؟ ابغي في الاري يوم جاي، يعني تو جاي في هالاري، شنو يترتب؟ تمام، يترتب على نفس الفرونت وعلى نفس الرير. مثل ما تعرفون فرونت ورير هاي مجرد اندكسات. فمن كذي شنو بسوي؟ بستخدم شيء بسميه اندكس، تمام، وبخليه يسوي شنو الفرونت. هني بقول له اندكس يساوي الاندكس، تمام. ولكن مثل ما تعرفون احتاج اضبط الاندكس كل مرة في اللوب من كذي، وخليت له بريسي. فشلون بضبط؟ اوريدي انتو تعرفون القانون، بنقول له اندكس ايكوال اندكس نفسه، لا ننسى القوس، capacity، تمام. فهني ضبط لي الاندكسات والفاليو. شوف الورنينج هني شنو يقول لي، هالورنينج اللي طالع لي يقول لي اتأكد ان دايما اذر، ان اذر نوت امتي، تمام. قاعد يقول لي ان انت ما تشيكت اذا اذر امتي ولا لا. فنقدر نخلي اف، شوفوا اول ما اخلي اف الاذر، لان الحين ما عندنا از امتي، فبنسوي الاز امتي بعدين بنرجع بنعدل هني، تمام. فخلنا نروح حق الميثودات الباقية. عندنا اوفر وبول وبيك، خلنا نسويهم في مرة واحدة. اوفر شلون بيكون؟ بنقول له public boolean offer. offer هو نفس ال add او نفس ال push، تمام، نفس الشيء. ليش boolean؟ بقول لكم ليش boolean. هني e بيكون شنو؟ data، شلون بنضيف عليه؟ نحتاج نغير في وين؟ مثل ما تعرفون كل ما اضيف وين بيتغير الرير بيتغير، تمام؟ علشان الرير، لان الرير وين صاير في الكونستراكتر لو نلاحظ وين صاير؟ صاير انه شنو؟ كاباسيتي ماينس 1، هاي في حال انه فاضي، تمام؟ علشان نحط القيم، يعني مثلا هالاري انا حاليا بصوره على هالشكل عشان توصل الفكرة، بس مثل ما تعرفون بيكون سيركلر، انه بيتغير في كل مرة. زين، مثلا ابي احط قيمة هني، احنا نعرف حاليا الفرونت وين صاير. الفرونت صاير هني، والرير صاير هني، تمام. هاي في حال انه فاضي، ولكن اذا خليت ديتا هني شنو مفترض يصير؟ الفرونت والرير يكونوا في مكان واحد، صح؟ هاي الفرونت والرير في نفس المكان. علشان نضبط هالشغلة، ودايما شو اسمه نضبط الرير اول شيء، دايما نضبط الرير في اول خطوة، عقب نضيفه في المكان، لان شنو؟ ما ابي اضيف القيمة هني في اخر اندكس، ابي اضيفها في اول شيء مدام فاضي، تمام. فاضبط الرير عقب اسوي له اد. خلنا نشوف شلون. رير ايكوال قوس رير بلس 1 مود كاباسيتي، دائما على هالمعادله ما نغيرها، تمام. الحين ضبط الرير شنو بنقول له؟ بيقول له the data equal the data rear equal
ديتا اللي استلمناها. تمام، بنضيف السايز بعد، لأن شنو صار عندنا element فبنضيفه واحد. وآخر شيء شنو بنقوله؟ بنقوله return true. في شغلة زيادة لازم نحط في حسباننا، إذا في حالة صار full السايز ساوى الكاباسيتي وصار full، إنه شنو ينادي relocate. فحاليا لأنه ما سوينا الميثود فبس بخليه ككومنت، بقول له اف، بخليه كومنت كذي اف سايز ايكوال ايكوال كاباسيتي. تمام، زين خلينا نروح حق بول. بول هو نفس الريموف، ولكن خلينا نكتب هالميثود بعد، ميثود از امتي عشان يسهل علينا. نقول له public boolean از امتي، ما يستلم شيء. وشلون على اي اساس بيشيك؟ على اساس السايز. بنقول له return size equal equal 0. تمام، وخلنا نسوي بعد مرة واحدة return حق السايز، نقول له public integer size return. تمام، الحين خلينا نسوي البول، نقول له public، بيكون نوعية البول شنو؟ بيكون نوعية اي عشان نشوف الديتا اللي بتنحذف. تمام، قبل ما تنحذف نشوفها. فبنكتب بول، وطبعا ما بيستلم شيء في القوس. اول شيء شنو بسوي؟ بيشيك هل اللستة فاضية او لا. اوكي، بنقول اف از امتي، زين ريتيرن شنو؟ نال. عقب شنو بنسوي؟ بنعرف الديتا في شيء temporary، بنقول اي مثلا removed data، خلينا نسميه equal the data، خلي front، لان شغلنا بالفرونت. الداتا دائما الريموف بيصير من الفرونت، الفرونت هو اول شيء اللي بيطلع. تمام، خذينا الداتا خليناها في شيء temporary. الحين شنو؟ مثل ما نعرف ان الكيو سيركلر، فمثلا يوم العشرة انشالت ونضيف ارقام ثانية بمكانها. فعلشان كذي شنو ما يحتاج نعور راسنا ونخلي القيمة اللي موجودة هني نال، بس مجرد نغير الفرونت، نقول له فرونت ايكوال قوس فرونت بلس وان مود كاباسيتي. تمام، فبقى علينا بس السايز، نقول السايز ماينس ماينس. واخر شيء نقول ريتيرن ريموف ديتا اللي مسحناها، لازم نشوفها. الحين خلينا نسوي بيك. البيك بيكون بعد نوعيته اي، هني شنو بنحط سيفتي بعد، نقول له اف از امتي هني شنو ريتيرن نال. اذروايز ما يحتاج نكتب else، تقدرون تكتبون else، ما تبون تكتبونها بعد اوكي. ريتيرن شنو؟
the data front. زين سؤال الحين، ليش احنا في الاوفر زين خليناه بوليان ما خلينا نفس لين اي؟ السبب لان احنا ما نفتكر في الرير، احنا نفتكر بس في الفرونت. شوف هنا البيك مالي شنو يطبع؟ يطبع اللي في الفرونت، تمام؟ اللي هي في الاخير مفترض ينتظر لان هاي كيو. اول شيء احنا نفكر في من نخلص الاول اللي هو الفرونت، هي في الاخير لازم ينطر، احنا اهم شيء نكمل اللي في الفرونت، تمام؟ من كذي ما خلينا يشوف من في الرير، مو مهم عندنا، المهم يشوف من في الفرونت. يعني مثلا اذا واحد بيروح في خلينا نقول مثال ان مقصف المدرسة اللي كلكم تذكرونه، هل اللي يبيع بيفكر في اخر واحد في الكيو في السيد اللي واقفين؟ ما بيفكر، اهم شيء عنده اول واحد انه يعطي اللي يبغي وياخذ فلوسه والثاني وكذي. فنفس الفكرة الكيو، ما بيفكر في اخر واحد، بيفكر في اللي قدامه الحين لان هاي لازم اللي يخلصه. ليه ما يصير دور ذاك عقب شو اسمه هو بيكون فرونت اوريدي؟ من كذي الاوفر بيكون بوليان عشان ما نشوف الهاي لانه مو مفتكرين فيه، تمام؟ الحين خلينا نسوي ريلوكيت.